أنا هقول لك حاجة، 9 أعشار السلامة في التغافل. تعمل نفسك مش فاهم. أكثر بني آدم تعبان في حياته الذي يظهر للناس أنه ذكي. يجي يكلمك كلمتين تقول آه أنت عايز تقول كذا وكذا وكذا قبل ما يكمل. طب ما أنت هيجي لك يوم من الأيام يقال لك عبارة ولا بتاع ما تفهمهاش فعلا، قال يقول لك اشمعنى دي اللي أنت مش فاهم. طب ما أنت على طول بتكمل لي العبارات والكلام ده واشمعنى دي اللي مش فاهم، لا أنت فاهمها وبتستعرض. لا، قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. فهمها وبعدها بمزاجه. ها؟ ما بقولش الإنسان يبقى غبي، لا، يتغافل، ما يبقاش مغفل، يتغافل. التغافل ده يعطيك فرصة للتأمل. حد يقولك كلام أنت فاهمه كويس جدا، تقول له تقصد إيه يعني؟ وتبدي إن كل حاجة عايز تستفهم فيها. فده يعتبر كأنه إيه؟ كأنه إيه يعني إيه جملة أنت تحترز بها. ونحن أخذنا هذا التغافل ده من النبي صلى الله عليه وسلم. عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كانت قريش تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، بس تشتمه بطريقة جديدة. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، يوم ألبن الاسم يبقى مذمم، ويشتمون مذمما، خلاص، قاتل الله مذمما، قبح الله مذمما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يسبون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. مش أنا، مع أنه يعلم أنهم يشتمونه. خلاص، 9 أعشار السلامة في أن يتغافل المرء، لا تظهر أنك ذكي عشان يبقى القرار بيدك. ها؟ كانت العرب تقول: لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك أنت أسير الكلمة إذا خرجت منك. قبل ما تتكلم أرسل الكلمات إلى قلبك، استطعمها الأول. أتكلم ما تكلمش؟ طب لو اتكلمت هيترتب عليه ايه؟ طب لو سكت هيترتب عليه ايه؟ بعد ما انت تهضم المسألة وقلبك خلاص استوعبها، ينطق اللسان او يسكت، لان اللسان من وراء الايه؟ من وراء القلب، يعني القلب متقدم. اما لسان الاحمق فانه من امام قلبه، قبل ما يفكر في اي حاجة ينطق.